الاوبشن اللي بنقدمه في مركز فاميلي دنتال ان احنا في مكان خاص للاطفال ومعامله خاصه بيهم، وكمان في امكانيه الحجز والمتابعه بالتليفون لعدم تكدس العياده، وكمان عندنا امكانيه التقسيط للمرضى في حاله ان هو مش قادر يدفع المبلغ او المبلغ كبير بيدفع جزء وبيقسط الباقي. انا جيت المركز ده لان بعالج بنتي هنا معامله تقويم وكده، فلقيت ان عند الدكتور احمد شغله نظيف جدا، فبدا يعمل لي كل معظم الكراونات. وبعدين كان عندي النهارده اعمل حشو الضرس اللي لسه فاضل ده يعني. بس هو بسم الله ما شاء الله بيحافظ على الناس اللي سنهم كبير، وبتعالج انا ومراتي وكل ولادي يعني. راجل محترم جدا، هو قريب يمكن اقرب مركز لنا هنا يعني. دكتور احمد برضو عنده ميزه، عنده ممكن يروح البيت لكبار السن اللي زينا، نروح للمدام عندي عشان بيعمل لها، في عندها حاجه رحت لكذا دكتور لكن ارتاحت هنا، فراح خدته عندي البيت شاف الحاجه اللي عندها، والحمد لله هي ما زالت معاها دلوقتي يعني، هي ما زالت هي جوه دلوقتي بتعمل باقي العلاج بتاعها يعني. هي فضلت النتيجه هنا بعد ما راح لها اول مره. انا جايه للمركز هنا عند الدكتور احمد فاميلي دنتال علشان عندي بزرع في الجهه اليمين ضرس، وفي الجهه الشمال كان عندي خراجين تحت الضرس، والدكتور بقى له فتره بيعمل لي فيه تنظيف عشان يعمل لي حشو عصب. وبصراحه انا جيت هنا عشان الدكتور مريحني جدا، ان مش بسهوله ان انا برتاح مع اي دكتور سنان. وطبعا انا جوزي اصلا اللي هو طيار حربي وبيجي هنا، وابني طيار مدني في مصر الطيران وبيجيني، والله بيجي من القاهره مخصوص الدكتور احمد. بصراحه الدكتور احمد مريح حاجه زي كده، وبيحاول يظبط له المواعيد عشان مواعيده هنا بتبقى مش بسهوله يعني. وباخد علاج والحمد لله ومرتاحه جدا، وما شفتش مركز بصراحه زي ده. ناس الدكتور كويس جدا وشغله جميل ومريحني وسلس ولطيف معنا. انا النهارده جايه مركز فاميلي دنتال عند دكتور احمد مدحت عشان اعمل دروسي، عشان انا جربت دكاتره كتير بره الحشو كان بيقع، الماتيريال بتاعتهم مش كويسه، لكن هنا ما شاء الله اي شغل اي حاجه بتتعمل ما بتقعش وما بتفرقهاش عن شكل الاسنان الطبيعيه خالص. فيعني ربنا يبارك لهم وجزاهم الله خيرا يعني. بدايه انا اللي عرفني بالمركز هنا واحده زميلتي معايا في الشغل، وبعدين بعد كده اكتشفت ان كتير جدا جدا في الشغل عندي عارفين المكان بصراحه من سمعته. وبعدين انا لما جيت انا اصلا كنت متردده قوي ان انا اجي، لان انا جبانه قوي قوي قوي، وطبعا ده ادى ان انا عندي مشاكل كبيره قوي في سناني جدا يعني، هنا وهنا وتحت وفوق وكله. فطبعا لما جيت لدكتور احمد ربنا يبارك له قال لي بامانه نصيحه، وقال لي ممكن كذا وممكن كذا، برغم ان كان ممكن يبقى في حاجات تكلفتها عاليه عليا، لكن هو ممكن هيقضيها كده. وبقى ينصحني يقول لي خلي بالك لو عملت كذا انا مش ما فيش مشكله بالنسبه لي، بس ده هيقعد معاكي شهر وهيقع. فهو عنده امانه وضمير جدا جدا، وانا على كده انا بقالي 3 اشهر ماشيه معاه الحمد لله، بدا يحل لي مشاكل، خلصت هنا والحمد لله الجنب ده كده، فبادئين بقى في الجنب ده وربنا يسهل ان شاء الله وربنا يبارك له بصراحه. وبتابع طبعا قبل ما باجي هنا بالمواعيد، قبل ما باجي بتصل عشان ما يبقاش في زحمه في المكان. انا جاي اعمل سنين عند دكتور احمد، وحش سناني عند دكتور احمد علشان انا بحبه واشطر دكتور في اسكندريه كلها.